السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة يوميات مبتدئة. النهاردة ان شاء الله هنزرع بعض الخضروات الورقية من البذور. هنزرع معاكم الخس، وهنزرع السبانخ والحميد والبصل، كله من البذور. فلو كنتوا اول مرة تدخلوا القناة اتمنى انكم تعملوا اشتراك، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. يلا بينا على الفيديو. اول حاجة هنبتدي بيها هي السبانخ، هي دي البذور اهيت اهي. انا كنت زرعت معاكم قبل كده السبانخ من البذور، كنت عملتها على تجربتين، هبقى اسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. بس المره دي هعملها، طبعا اتعلمت ازاي ازرعها، فالمره دي هزرعها بطريقه تانية غير المرتين التانيين، وان شاء الله هتنجح معايا. فهنبدا بقى نعمل ايه، هنحط هنا كده على جنب. المره اللي فاتت انا كنت بدرت البذور في الصندوق ده، وكان صندوق تقريبا اقل من ده شويه، ما كانش غويته كده. فالمره دي بقى مش هبدر البذور، لا انا هعملها على هيئه اسطر، وفي كل سطر هبدر البذور ديت في الاسطر دي، عشان تدي مساحه ان السبانخ ديت تطلع براحتها وتكبر وتنمو بطريقه حلوه. فهنبدا. انا عملت حوالي 3 اسطر، ده واحد اتنين، ده واحد اتنين تلاتة ونص سطر هنا. قبل ما اعمل الاسطر ديت انا عملت ري غمر لكل الحاجات اللي انا هزرع فيها النهاردة، علشان لما اجي احط البذور وابدأ ارويها ري خفيف، ما رويهاش ري غمر، فالبذور كلها تبقى فوق بعضها. تمام، هنبدأ بقى ان احنا نحط في الاسطر ديت البذور، بس هنعملها متفرقة عن بعضها علشان تدي مساحة ان هي ايه تزرع اكتر، بس هنزود شوية علشان ايه احتمالية التجدير وكده، ان ايه حاجة ممكن تنجح وحاجة لا. انا بدرت البذور اهوت، وعملت برضو احتماليه ان في حاجه ممكن تنجح معايا وحاجات لا، بس طبعا عملت مسافات برضو على قد ما اقدر كبيره شويه عن بعضها. هنبدا بقى بعد كده ان انا هحط عليها تربه خفيفه خالص على السطور ديت، وبعد التربه ما احطها اعملها ببخاخه، ارويها ببخاخه واسيبها لحد ما تبدا تجد. انا رشيت على البذور تربه خفيفه خالص، يا دوبك لا تسكر. بعد ما انا رشيت التربه بدات ان انا ارويها بالبخاخه، ميه يعني بالبخاخه. طبعا مش زي ما انا قلت لكم، مش هرويها ري غمر، لان انا رويتها في الاول علشان البذور ما تتحركش من مكانها. هنيجي بعد كده بقى نزرع الخس من البذور، فخليكم معانا. دي بذور الخس عنكور اهيت. انا كنت استخلصت البذور ديت من نبتة عندي، هبقى اسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف. يعني دي بذور انا عاملاها، كانت عندي يعني معمولة من زرع ليا قبل كده، مش شايراها. وانا هعملها ان شاء الله الخص في يعني على هيئة شتلات، مش هزرعها مباشرة، لان هعملها شتلات وبعد كده انقلها. فانا عملت شوية حاجات قصص وكده هزرعها فيها. بالنسبه للخس انا عملت القصص على هيئه حفر، ما عملتها السطور، بحيث ان في كل حفره احط بذرتين ولا حاجه، لان انا مش ضامنه البذور دي هتنفع معايا ولا لا، بما ان انا مش شايراها هي طالعه عندي، فربنا ييسر وايه وتظبط معايا. طبعا انا بدرت البذور هنا اهوت في كل دولت. تمام،
عملت هنا في الحفر، وهنا بدرت كده بالرش كده البتاع ده البذور. طبعا عملت نفس الخطوات اللي انا عملتها مع السبانخ علشان ما عدش وزيد في الكلام تاني. هنيجي بعد كده نعمل بذور البصل، فيلا بينا نشوف شكل البذور الغريبة دي ايه، وكمان نشوف زراعتها. دي بذور البصل اهيت، شوفوا شكلها. سبحان الله، عاملة زي الطوب الصغير، حاجات كده. بصوا، حتت صغيرة او طوب صغير. دي كانت طالعة لي برضو من بصلة، البذور دي مش شايراها. كنت زارعة بصل وكده، من اللي هو بصل عادي، وحطيته في التربة وكده، فكنت باخد منه الحاجات الخضراء، وبعد كده ايه بدأت تطلع لي زهرة. هي كانت بصلة واحدة بس، وطلعت لي زهرة واحدة بس، فالزهرة طلعت لي حبة البذور دول. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ ان احنا نزرعها. انا عملت هنا في ده الصندوق ده سطور، هما 3 سطور هحط فيهم البصل بنسب متفاوتة كده بعيدة. بقى ان انا ابدر البذور بتاعتها اهيت. حاولت اوزعها على قد ما اقدر في الاماكن والاسطر اللي انا عملتها، وحطيت برضو على الوش برضو عشان يبقى كله اتحط. هبدأ بعمل نفس الخطوات بتاعت كل مرة، ان انا ارش عليها التربة، اغطيها بالتربة، وبعد كده ايه احط عليها المية. خلصت زراعة البصل من البذور. طبعا الزراعة ديت مش هتبقى دايما، هنعملها كشتلات بس، والشتلات ديت هنقلها لمكان اكبر واوسع. الزرعة اللي بعد كده، اخر زرعة معانا في الفيديو ده، اللي هي الحميض، فيلا بينا نشوف شكل البذور ايه ونزرعها ازاي. دي بذور الحميض اهيت، دي شكلها. طبعا انتوا شفتوا معايا مراحل تطور زراعة الحميض مع في قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، ان انا كنت زرعاها من جذر كان جاي لنا حميض. الحميض ده زي السبانخ بالظبط، حاجة زي السبانخ، ورقيات يعني بتطبخ زي السبانخ. كان انا شلت الجذر بتاعها، كان جاي لنا من ارض زراعية واحنا جارتنا يعني جايبها لنا، شلت الجذر بتاعها وقمت انا زرع الجذر، فالجذر ده ورق، وفضلت ترويها وازرعها واخلي بالي منها، ما شلتهاش خالص لحد ما سبتها خالص، لحد ما طلعت البذور ديت. فانا شلت البذور بعد ما نشفت، ودلوقتي هبدأ ان انا ايه ازرعها ويطلع لي ايه زرع اخضر تاني. فيلا بينا نشوف هنزرعها ازاي. انا هزرع في الصندوقين دولت، دي ودي، دول جردلين. عملت لهم برضو اسطر زي بقية الحاجات التانية. انا حاولت اوزعهم بطريقة حلوة يعني على قد ما اقدر اهوت، بس المشكلة في ديت ان البذور ملتصقة في بعضها، يعني ديت دي مش بذرة واحدة، دول 4 بذور في بعض، بس انا مش عارفة افصلهم عن بعض يعني. فربنا يسهل ونشوفها لما تيجي تنبت هتبقى عاملة ازاي. ماشي، انا بقى بعد كده هوزع عليهم تربة، هغطيهم بالتربة، وبعد التربة هقوم انا حط عليها ايه، هرويها بالمية بالرش زي ما انا وريتكم قبل كده. تمام، كده انا رويتهم. المفروض بقى بعد كده ان انا اغطيها بكيس بلاستيك ولا اي حاجة، واخرم الكيس ده
علشان يحافظ، اول حاجة يحافظ على رطوبة التربة، وفي نفس الوقت ايه يحافظ لما تبدأ تنبت وكده العصافير ما تجيش تاكلها، لان كالعادة وخصوصا عندي على السطح هنا لما بزرع حاجات من دي يا دوبك بتطلع الحاجة الخضراء والعصافير تقوم مطيراها على طول، فبيسيب لي الجدر اللي هو ايه اللي هو الابيض ده. فانا هعمل ايه، ان انا يا اما اغطيها بقفص او اي حاجه ابعد عنها البتاع، لان كده كده الشمس مش عاليه الايام دي، يا اما ان انا اغطيها بكيس بلاستيك واخرم الكيس ده. طبعا كل اللي انا هعمله هنا ده، طبعا زرعت هنا البصل وزرعت هنا السبانخ وهنا الحميض ودولت هناك همت، ده الخس. تمام، هعمل نفس اللي انا قلته هنا هعمله معاهم برضه. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتوا منه يا رب. انتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.